سي هشام 5 دقائق واشوفك الدكتور. كان هذا هو المقلب اللي دارت صوفيا طالوني الملولي هشام الملولي، راه وصل بالصحه والسلامه وغادي يمشي يصوب سنيناته كما قال هو، وغادي نتبع معهم الجديد اشنو غادي يكون. ضروري ما غادي يديروا شي خرجات في تركيا، شي عشيوات مع بعضياتهم ضروري، ما غادي يديروا سطوريات. وبالسلامه عليكم، حتى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.